طريقة جميلة، شاركوني في هذه السنابات، قدمون عاملات على مستوى عالم الاحترافية. مدير العلاقات العامة الأستاذ سامي المبرزي، حياك الله طال عمرك. يا هلا وسهلا، حياك الله أخوي طارق، شلونك؟ عساك طيب؟ الله يبارك. احنا شركة الجزيرة للخدمات المساندة مهن، لنا ثلاث مجالات. المجال الأول هي خدمات العمالية الرجالية، وخدمات العمالية اللي هي الخدمات المنزلية، كذلك التوسط في الاستخدام. نستقدم للعميل عمالة على كفالاتنا بستعمل لديه بالاسم. كذلك عندنا خدمة الفي اي بي اللي توصيل العاملة الى مقر العميل وتوقيع العقود وانهاء الاجراءات كاملة. طبعا بالنسبة للعقود عندك عقد الشهر، 3 شهور، 5 شهور، عقد السنة، وعندك برنامج الفي اي بي. بالنسبة للعقود والأسعار تختلف على حسب الجنسية وعلى حسب فترة العقد. الأسعار حتكون شاملة الإقامة، التأمين الصحي، الفحص الطبي والراتب الشهري. توفر أكثر من عاملة لنفس العميل، وإمكانية تنقل العاملة مع العميل سفرها خارج المملكة، الشركة تصدر لها تأشيرة خروج. بالنسبة لبرنامج الخدمة الخاصة عندنا اللي هي سائقة، حتوصل العاملة للعميل، توقيع العقد، دفع قيمة العقد في منزل العميل. حيكون الاختيار ومقابلة العاملات في المنزل. مهن تتكفل بجميع الأمور المتعلقة في العاملة.